اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقه جديده في يوم جديد في اشاره جديده، اشاره ما بعرف تستنوها ولا ما تستنوهاش، والله ما بعرف. تمام. طبعا مش مشترك في القناه يشترك في القناه يا اخوان، وفعل الجرس عشان نشوف الحلقات السابقه والحلقات الجايه ويستفيد من المعلومات اللي احنا بنعطيها للناس. تمام، عشان يكون عارف يعني ماشي، او يصير عنده معلومات تدل على مثلا على الاشارات، عشان يصير عنده في البحث، يصير عنده يعني خلينا نحكي شويه منطق في البحث ماشي، وما يعني ما يترجى الناس وما يترجى العالم علشان بس يعطوه معلومه على مكان اللي هو فيه او يعطوه الشغله هاي ماشي. فاحنا بنقدم لكم هاي، بنقدم لكم اياها يا اخوان بشكل مبسط بشكل سهل عشان انتم تفهموها بالطريقه السهله المبسطه. الشغله مش صعبه ماشي، وما بدها كلمات كبيره وما بدها كلمات او ما بد يعني معلومه المنطقه احنا اخذناها من انه احنا نعرف المنطقه الرومانيه، دخلوا فيها العثمانيين ماشي، كانت رومانيه ماشي، دخلوا فيها العثمانيين، احتلوها العثمانيين، اشتغلوا فيها، فعنا معلومات عن المنطقه ماشي. معلومات عندي ابيار موجوده مثلا في المكان اللي ورا التله هاي، في عندي ابيار، في عندي 4 ابيار تقريبا موجوده رومانيه. تمام، استفادوا منها العثمانيين واشتغلوا عليها واستفادوا منها. تمام، اليوم بدنا نحكي يا اخوان عن اشاره الحيه البسيطه. اشاره حيه بسيطه جدا، يعني ما بدناش نحكي عن اشاره فيها كثير شغل وفيها تعب وفيها كذا وفيها كذا، بدنا نحكي عن اشاره حيه بسيطه جدا ما عليها اي تعقيد. تمام، طيب عندي هاي الاشاره يا اخوان، اشاره بسيطه جدا لحيه بسيطه جدا. تمام، خلينا اجيب بس هالمفك اخوان عشان بس انظف الحيه عشان تشوفوها بالشكل الصحيح. خليكم معنا، احنا جبنا المفك اخوان. تمام، المشكله رحت اجيب المفك رجعت ضيعت الاشاره. ربع ساعه وانا ادور عليها. المشكله انا علمتها بالكيس هذا، كان خلاص عرفت وين هي على كل الاحوال. طيب اليوم راح نحكي عن اشاره الحيه البسيطه هاي. تمام، اللي راح يجي يقول لي هذا حرف، اللي راح يجي يقول لي مش عارف ايش، اللي راح يجي يحكي لي ابصر شو. دقيقة يا اخوان. مش عارف كيف ضيعته والله العظيم. تمام، هاي حطيت هذا المفك لهدف يعني. تمام، الآن عندي هاي الإشارة، إشارة حية بسيطة. تمام، هي نهايتها هون ماشي، بدايتها هي هون، في زي حبة الحمص بحكوها او حبة العدس او الى اخره، يعني هي الراس ماشي، هي الجسم، هي الذنب، اخر الذنب هي هون ماشي. الان في عندي توجيه في هاي الحية وفي عندي شغل ثابت، يعني هاي الحية بتدلني على ايش؟ على توجيه يا اخوان هيو، يعني راح يروح في الاتجاه هذا هيك تحت ماشي، في عندي توجيه أول وفي عندي توجيه ثاني مع تثبيت. تمام، الآن طول الحية هاي بالتقريبي يعني هاي 10 سنتي هون. تمام، يعني خلينا نحكي 10 ب12 ب15 15 سنتي تقريبا، بنمشي 15 خطوة بالاتجاه هذا عشان نروح للهدف الأول. هدف أول يا إما بكون ران، لا آسف مش هذا هو الهدف الأول لأنه هنا مفصول، أنا آسف بعتذر منكم. الهدف الأول هذا هو هذا. تمام، هيك هذا الهدف الاول ماشي. طبعا احنا بنخطا معلش سامحونا يا اخوان، لكن احنا ان شاء الله بدنا بنتدارك الخطا اللي احنا بنلقى فيه ماشي، وبنشتغل عليه بالطريقه الصحيحه ماشي. عندي الهدف الاول مع التوجيه هيو، هذا التوجيه تبعه ماشي، هي الهدف الاول هيك، هذا هو الهدف الاول هيك اتجاهه بهذا الاتجاه يا اخوان. تمام، في عندي ران تقريبا 15 خطوه موجود في هذا المكان، او وجود قبر، يعني يا اما عندي ران او وجود قبر. الان راح امشي طبعا عليه هسه، راح اورجيكم اياه، طبعا راح تشوفوه باخر الحلقه، وخليكم معنا وتابعوا لاخر الحلقه علشان تشوفوا كيف الوضع تبعه. تمام. دقيقه انه شوكت هنا شوك وبلاوي، طبعا هاي في بيت نمل، هاي نمل هاي رايح جاي ماشي. طيب التوجيه الثاني هيو، هذا التوجيه الثاني نهايه اغلاق. تمام، الاغلاق نفسه، إغلاق الحية نفسه، هذا مش توجيه هنا، هذا تثبيت، لكن إغلاق الحية نفسه موجود مع المثلث هيو. تمام، مثلث بسيط جدا. هيو راح اخربش لكم عليه عشان تعرفوا وين هو المثلث. تمام، هذا هو المثلث، ان شاء الله نكون واضح. مثلث موجود مع اغلاق الحيه، يعني ثابتات مع بعض، يعني هاي والمثلث مع بعض. الان هذا المثلث اتصال مباشر مع اللي حكيت لكم عنه اللي راح ارجع له. هي طبعا هذا مربط يا اخوان، مربط دقيق، مربط تثبيت هذا بيسموه. تمام، هذا مربط تثبيت لاتجاه، مربط تثبيت لاتجاه لتفسير الحيه هاي. تمام، مربط تثبيت لاتجاه، يعني رايح معي المربط بهذا الاتجاه هيك. تمام، طبعا حيه بسيطه، حيه صغيره بسيطه جدا، ما فيها تعقيد، ما فيها إشي يعني اللي نقعد ساعتين ونحن نشرح عنه. ماشي، الان اتجاه المربط، اتجاه المربط هيو وين بوديني؟ على هذا المكان يا اخوان، بوديني على هذا المكان. اشاره لجف صحيحه مليون بالمية. تمام، بصمات للي بحبوا الميت اللي هو موجود، بصمات هيها. تمام، موجود بصمات، ماشي، لكن مش كثير اللي بيحبوا هذا البني ادم. ماشي، الان التفصيل لا اشاره اللجف الثاني هيو، شوفوا يا اخوان، هيو ها هاي راح اخربش لكم عليه عشان تعرفوا التفصيل لا اشاره اللجف، وجود مستطيل ناقص ضلع. تمام، عليه تثبيت، مستطيل ناقص ضلع عليه تثبيت. اذا الحيه توجيه، تثبيت، اتجاه، وصلتنا لاشاره اللجف اللي عليها المستطيل ناقص ضلع. اذا هون عندي شغل صحيح مليون بالمية. الشغل الاولي هذا اللي بنسميه الشغل الاولي، يعني اشاره لها حلين، الحل الاول، الحل الاول هذا هو. تمام، طيب الحل الثاني وين بدنا نروح؟ خلينا نشوف. والله انا لا اعلم، والله لا اعلم، لكن عندي توجيه للحي بهذا الاتجاه، لكن والله لا اعلم. الحل الاول خلاص اخذته، القبر الاول. تمام، هذا القبر الاول اخذته، خلاص اتجهنا هون، وبننزل من هون وبنحفر وكان به. تمام، الان التوجيه الثاني قلنا تقريبا فيها 15 خطوة تقريبا. تمام، بنمشي 15 خطوة يا اخوان، هي بنمشي هيك باتجاه ال 15 خطوة. هي واحد، هي اثنين، ثلاث، أربعة، خمس، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، 10، 11، 12، 13، 14، 15. وصلنا تقريبا، احنا بنحكي عن 15 خطوة تقريبا. تمام، بندور هون انه هل وجود إشارة تدل على قبر ولا في عندي ران؟ إشارة تدل على قبر ولا في عندي ران؟ خلينا ندور مع بعض. تمام، طبعا العشب كثير، طلعوا كيف، فمش مبين شو في تحته. طيب، هل تدل على قبر أو وجود ران؟ تمام، أنا طبعا بالتوجيه، مع التوجيه. أيوه أيوه، إذا في عندي شغل. طيب، هاي كمان واحدة، ها ها ها، دقيقة 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 دقيقة، في عندي شغل، في عندي إشارة تابعة للإشارة هذيك. طب راح تيجي تقولوا لي طب ما هي ممكن ما تكونش تابعة. لا، تابعة يا إخوان، تابعة مليون بالمية. إشارة حلوة على فكرة، هيك وهيك وهيك وهيك، مربع، قبر، تثبيت، مربع، هيو قبر، هذا تثبيت داخله مليون بالمية، مليون بالمية. بصمات، هي هي بصمات، هيها شايفينها، هي بصمات، هي بصمات، هي بصمات. تمام، خلينا نشوف هذا. تمام 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 تمام. طيب، البصمات متصلات مع انحدار الصخرة مع السيال مع وجود إشارة اللجف خارجي، مع تثبيت إشارة اللجف مع الداخلي يا اخوان، مع وجود إشارة اللجف مليون بالمية. طيب هي حلوة الإشارة هاي يا اخوان، أنا والله تفاجأت إني شفتها بصراحة، أنا أحكي لكم إياها، تفاجأت إني شفت هاي الإشارة، إشارة تثبيتية، ترى التثبيت تبعها هي تمام، مربع قبر مثبت جاهز، من داخل المربع مثبت ومن الخارج مثبت كمان تمام. شوفوا حتى المربع نازل مع إشارة اللجف يا اخوان، حتى المربع نازل مع إشارة اللجف 100%. إذا إشارة الحية بسيطة يا اخوان، شايفين مش هالإشي العظيم، مش هالإشي الصعب يا اخوان، مش هالإشي الصعب، والله ما هو الإشي الصعب. حلوة الإشارة هاي، عجبتني كثير والله، هاي بتنشغل مليون بالمية. هاي الحية بتدل على وجود ران أو وجود قبر، يعني على حلين، وجود ران أو وجود قبر. خدنا الحية، خدنا اتجاه، مشينا بالاتجاه وصلنا للاتجاه حلو المرتب، لكن شوفوا الاتجاه هذا مش أكيد، يعني مش أكيد وجود طبعا العشب وهذا، طبعا احنا لقينا إشارة حلوة كثير، لقيناها وممتازة جدا، لكن مش تثبيت للقبر نفسه أو إشارة الحي نفسها، ما تنخدعوا في هالموضوع هذا تمام. رجعنا ضيعنا الحية كمان مرة، هاي هناك تمام، مش تثبيت للقبر هذا يعني، واتجاه الحية، يعني اتجاه الحية هذا أوكي موجود فيه اتجاه، لكن مش تثبيت. طيب خلينا نشوف الاتجاه الثاني هذا وين بروح تمام، يعني نروح بالاتجاه هذا تقريبا ال15 هذولا، هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 هاي 15 تقريبا، يعني ال15 شايفين هون كمان في إشارات، هون كمان في إشارات حلوة يا اخوان، حلوة الطريقة انكم كيف تلاقوا إشارات، وكيف تشتغلوا على الإشارات، وكيف تبحث عن الإشارات. برضه هون بنحكي ما في، يعني حتى الإشارات اللي موجودة، حتى الشغلات اللي موجودة ما بقدر أن أثبت لكم إياها هي الحية، لكن الحية هاي فيها تثبيت صحيح مليون بالمية، فيها تثبيت صحيح مليون بالمية. حلوة الإشارة تمام، فيها تثبيت صحيح مليون بالمية. شوف هالإشارة هي هيك والله حلوة يا اخوان. خلينا في الحية. يعني إشارات بتخوف، أقسم بالله المنطقة هاي لو أنا صاحب الأرض هاي لأجرفها 2 متر لتحت، هيك 2 متر وأجرفها كلها. انسوا طبعا اللي بده حية هاي يا إخوان، اللي بده الحية هاي برضه بنرجع بنقول لكم إحنا مش خايفين من حدا، أنا بحفرش ما ببحش، أنا بس بصور تمام. الحية إحنا مثبتة عندنا هون، مثبتة تثبيت مع توجيه، وصلنا للمستطيل ناقص ضلع مع إشارة اللجف، شغلها حلو كثير، خفيف نظيف، النمل ما بثبت وجود إنه في ذهب أو ما في جذاب تمام. لكن المنطقة نفس المنطقة اللي حكيت لكم عنها المرة الماضية، شارع التنقية يا إخوان، الكشك هذا تبع التنقية، هي التنقية هون، كشك التنقية بالاتجاه اللي أنتم واصلين لعند إشارة الحية. نشكر جميعا المتابعة، وأهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله في حلقة جديدة في يوم جديد وفي إشارة جديدة. اللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة يا إخوان، وفعل الجرس ولا تنسوا